حنا اليوم اللي جينا نحتاجوا هنا كنحتاجوا على الحكومه اللي وعدتنا بالدعم ديال كل شهر، ولكن للاسف كان كتعطينا شهر وكتحبس 3 شهور 4 شهور عاد او ثانيه سميتو. والمهنيين هنا اليوم راه كيحتاجوا، المهم راه وسط فيهم العظم. حنا ما جينا هنا باش نوقفوا غير هكاك في هذه الشمس هذه، ولكن حنا اليوم كنحتاجوا على الحكومه باش تفتح المنصه وتعطي الدعم للمهنيين على مستوى الوطني. كارثيه، الوضع كارثي بزاف. كاين الناس مساكين ما عندهم ما كاين حتى العمل، كاين القطاع الغيار، كاين الغاله في الغازوال، كاين في الزيت، كاين في اي حاجه دابا في العجلات في كل شيء. المهم الازمه كاينه في هذا القطاع هذا، والناس مساكين راه كيتوفاو. وحنا لهذا كنوجه هذا النداء للسيد رئيس الحكومه. هاد الوقفه حنا اللي هيئنا اليوم بالنسبه على حساب الدعم ديال الغازوال ديال الغازوال، لان هما الحكومه كانت وعدتنا وداروا معنا محاضر في ذاك الاضراب الوطني الاخر اللي خرجت معنا الحكومه، داروا معنا محاضر يعني كل شهر على كل راس شهر يعطونا الدعم. دابا اذا بيبداو كيطماطلو كيعطونا شهر ويحيدوا لنا شهرين، دابا اذا كنتفاجئوا راه تحبس من شهر 3 من مارس هو محبوس. دابا حنا كنطالبوا بالتسقيف ديال المازوت ولا يطلقوا الدعم للمهنيين كما وعدوهم بالمحاضر، لان هذوك المحاضر راه عندنا حنايا ملي درنا الاجتماع الاخر ديال الوزاره عندنا محاضر معاهم، لان دابا الوزاره كتلعب بينا، لان حنا دابا هاد المهني هو هاد السائق هو العجله ديال البلاد، لان الا ما كان السائق ما غاديش يكون العجله ما غاداش تدور. هاد الشيء علاش حنا واقفين، وراه الا ما كانش شي حل حنا راه غيكونوا وقفات احتجاجيه هنا في الجهه، كل من تارودانت، كل من تيزنيت، كل من صويره ان شاء الله. ومن بعد الا ما كانش الحل ديال هاد الشيء راه حنا غندخلوا في اضراب وطني. حنا مستعدين، المهني وقف، هو اصلا واقف في الموقف، اللهم يجي وقف هنا تيكون شي حل. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، تنهني وصاحب الجلاله على عيد العرش المجيد. ما يخص هذه الوقفه فالمهنيين متضررين بزاف، الحكومه حبست عليهم الدعم، ما بقاش دعم، كانوا يديروا معنا كل شهر دابا ما بقاش الدعم، والناس وحنا اصلا تنطلبوا بالتسقيف، ما كاين لا دعم لا والو، اللهم التسقيف. المهنيين خدامين فابور، لا كلشي غيمشي للحبس، اللي ما مشى للحبس غيمشي للحبس. البناوات لاسيرونس بالكريدي، البناوات بالكريدي، بياس غاليين، ما كاين والو، الله يصوبوا صافي ما كاين والو. الرساله للحكومه، تنوجهوا النداء للحكومه، حنا باغيين تنطالبوا بتسقيف الاسعار ديال الغازوال. علاش؟ السائق المهني هو عجله التنميه في هذه البلاد، وعندنا محطه تاريخيه، اول هي المسيره الخضراء، راه ما كاينش اللي مشى اللي ما داش شيفور. ثاني حاجه كاينه كورونا، راه الشيفور اللي دخل الثالث بعد الاطقم الطبيه والسلطات جميع اصنافها. وحنا تنطالبوا الحكومه بتسقيف الاسعار ويشوفوا من حل المهنيين، راه كلشي غيوقف سيرتو الشركات المقاولات الصغرى والمتوسطه. والمسؤول بحالنا والمسؤول بحالنا والمسؤول